انت اصلا ما بتعرفش تطبخ؟ لا خالص ابدا. ابيض يا ورد. اوف اوف كله تكاوي. اه طنط. ازاي سايبه وساكته على الموضوع؟ طنط ماشي ما علينا. يلا بينا. اتفضل حضرتك. ما تخافش احنا كهربك. افتح. الله طماطم. طماطم طماطم. اثنين. دقيقة واحدة. واحد. دقيقة واحدة. واحد بس. واحد. اديك الاشارة. اه فعلا. يلا. لا لا. ماشي يا احمد هردها لك. مش هنساها لك. صحيت الصبح بدري طست وشي بنقطتين هقصر مية قطعة تقريبا من ساعتين فتحت باب الشقة اكني داخل على بسين. الجميل في الموضوع انا بشوف والدتي دايما بتتفرج على برامج طبخ وعمرها ما عملت اي حاجة منها.